الإنسان بطبيعته بيمتلك فضول دائم لاكتشاف الأشياء الأكثر غموضا ودهشة، سواء كان ذلك أعلى نقطة في أي حاجة، أشهر شخص مثلا، أو أكثر شيء مبيعا، أي حاجة فيها كتير أو كبير أو غامض دايس فيها. عبر التاريخ في 4000 شخص قدر يوصل لأعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إيفرست، لا وكمان في حوالي 560 شخص قدر إنه يزور الفضاء، ولكن مفيش إلا حوالي 7 أشخاص فقط عبر تاريخ البشرية اللي قدروا يوصلوا لأعمق نقطة في المحيط. انا النهاردة هاخدك في رحلة الى واحد من اعمق واكثر الاماكن غموضا على وجه الارض. بيتقال ان المكان ده مخبأ للكائنات المنقرضة والاسطورية اللي سمعنا عنها عبر التاريخ، زي كائن البلوب مثلا، او الكراكن الاسطوري، او وحش البحار قرش الميجالادون. المكان ده هو خندق ماريانا او ماريانا ترينش. قبل ما نبدأ ما تنساش لو مهتم بمحتوى المعلومات والقصص ادعمني باشتراك عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات الجاية، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وشاركني برأيك في الكومنتات او تحب يكون الفيديو الجاي عن ايه. بدون رغي كتير يلا بينا نخش في الموضوع. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. تعالوا معايا نغوص في اعماق المحيط الهادي في مكان عمره بيزيد عن 180 مليون سنة، في اعمق نقطة على وجه الارض، خندق ماريانا الواقع في غرب المحيط الهادي وشرق جزر ماريانا بالقرب من جزيرة جوام الامريكية. خندق ماريانا هو منطقة مظلمة وباردة جدا، واخدة شكل الهلال بالظبط، وبيصل عمقه لحوالي 10994 متر، يعني ما يقارب ال 11 كيلو. وما تستهونوش بالعمق ده، خليني اوضح لك العمق ده عامل ازاي. تخيل جبنا جبل ايفرست كله اللي هو اعلى نقطة على كوكب الارض وقلبناه بالعكس وحطيناه جوه خندق ماريانا، بعد كل ده هيتبقى مسافة عمق تاني حوالي 2146 متر، يعني اكتر من 2 كيلو متر عمق تاني لغاية ما توصل سطح البحر. انتوا متخيلين عرض الخندق ده؟ حوالي 2542 متر، وعايز اقولك ان الضغط في العمق الرهيب ده بيبلغ 1000 مرة اكبر من الضغط الطبيعي اللي انت عايش فيه دلوقتي على سطح كوكب الارض. تخيل معايا انك نايم على ظهرك ومحطوط فوق صدرك 50 طيارة، تخيل بقى مدى الضغط هناك عامل ازاي. بيجعل من الصعب ان يعيش اي كائن حي هناك، لكن سبحان الله في حياة موجودة في اعماق الخندق باشكال متنوعة وغريبة من الكائنات البحرية اللي ما سمعناش عنها من قبل، اللي تكيفت مع هذه الظروف القاسية وعرفت تعيش هناك، بل وانها اخدت على الحياة في الاعماق المظلمة دي وما تقدرش تعيش اصلا على السطح. احنا قلنا ان خندق ماريانا هو النقطة الاعمق على كوكب الارض، لكن هم نقطتين مش نقطة واحدة، في نقطة اعمق من الاخرى، النقطة الاقرب وهي تسمى سيرينا ديب، موجودة في شرق الخندق وعمقها حوالي 10809 متر. اما النقطة الاخرى وهي تشالنجر ديب والموجودة في الطرف الجنوبي من الخندق، ودي النقطة الاعمق اللي بتصل ل 10994 متر، يعني حوالي 11 كيلو تقريبا. طب ازاي اصلا الخندق ده اتكون؟ العلماء اكتشفوا ان في عمليه جيولوجيه حصلت بتسمى الاندساس او بالانجليزي سبدكشن. طب ايه هو الاندساس ده؟ هو عمليه بتحصل نتيجه اصطدام طبقتين من الصفائح التكتونيه للقشره الارضيه ببعض، وبتكون النتيجه وقتها ان في طبقه بتنزل او تغوص تحت الطبقه الاخرى. وطبعا من العوامل المؤثره على العمليه دي هو الضغط والحراره العاليين في المناطق دي. والغريب في الامر ان العمليه ديت ما تسببتش في تكوين الخندق بس، لا العلماء اكتشفوا كمان انها تسببت في تكون سلاسل جبال طويله جدا تحت سطح الميه موازيه مع الخندق. طب ليه العلماء مهتمين جدا بمنطقه الخندق دي؟ معلومه سريعه كده، الخندق حاليا تحت الحمايه الامريكيه، يعني من الصعب ان اي حد يجي كده ويحاول يستكشف المنطقه بتاعت الخندق. طب هم ليه مكتمين قوي على المنطقه كده وحاطينها تحت الحمايه؟ في بعض الاحتمالات ممكن تكون صح او غلط، ممكن مثلا الكائنات الغريبه اللي عايشه جوه الخندق اللي لسه عاوزين يعرفوها، او مثلا ممكن يكون في كنوز طبيعيه في قاع الخندق لسه ما اكتشفوهاش، ولا مثلا لا قدر الله بعد الشر يعني امريكا خايفه علينا وعاملين حمايه عشان الزلازل والبراكين اللي ممكن تحصل فيها. ما هو منطقه الاندساس ديت والعمليه ان قشره الارض بتنزل تحت التانيه ده ممكن يسبب زلازل وبراكين كتيره، بس اللي اكتشفوه ان المنطقه دي ما فيش فيها خطر. طب ليه؟ عشان ان من عظمه ربنا علينا ان فعلا في براكين هناك، بس البراكين هناك مش حمم ونيران، لا دي بتطلع على هيئه مياه ساخنه وغازات ومواد بدل من الحمم، بتتغذى عليها الكائنات الأولية اللي عايشة هناك. بالإضافة إن في صخور هناك اسمها صخور السيربنتين، الصخور دي بتساعد على امتصاص موجات الزلازل، عشان كده المنطقة هناك أكثر أمانا. ولكن نزلنا نعلم برضو سبب إن المنطقة تحت الحماية الأمريكية ومانعين فيها أي استكشافات حاليا، ليه؟ الله أعلم. نيجي بقى لتاريخ الخندق، اكتشفوه إزاي أصلا؟ القصة بدأت إنهم اكتشفوا الخندق ده بالصدفة أصلا عام 1875 مع السفينة الاستكشافية البريطانية HMS Challenger، ودي كانت رحلة استكشافية بريطانية هي اللي اكتشفت الخندق بالصدفة. كانوا بيستكشفوا
هيكشفوا اعماق البحر او المحيط ازاي بقى؟ عن طريق انهم معاهم على السفينة حبل سميك في وزنه، وكان بيطول لمسافات كبيرة، والحبل ده مكتوب عليه قياسات بيقيسوا بيها مسافات العمق، ورابطين في اوله كده وزن حديد تقيل، وبيرموا الوزن دوت في المية لغاية ما يشوفوا الوزن ده هيوصل لحد فين ويشوفوا القياس بتاعهم. لما وصلوا بقى للمنطقة بتاعت الخندق بدأوا يعملوا نفس العملية بتاعت الحبل، وفضلوا ينزلوا في الحبل لمدة كبيرة جدا لحد ما وصلوا لعمق 8184 متر. ما كانوش مصدقين العمق الرهيب ده، وما كانوش يعرفوا اصلا ان لسه في اعمق من كده. وفي عام 1951 بيتم مسح الخندق واعادة استكشافه مرة اخرى بواسطة سفينة HMS Challenger 2، وساعتها اكتشفوا باقي العمق، وساعتها اتسمت النقطة العميقة في الخندق باسم Challenger Deep اللي اتكلمنا عليها من شوية في اول الفيديو. وفي سنة 1984 العلم اتطور شوية، وقتها اليابان ارسلت سفينة متطورة موجود فيها حاجة اسمها مسبار صدى، حاجة كده شبيهة بجهاز السونار. قدروا وقتها يرسموا بالجهاز ده خريطة حرارية لقاع المحيط، وخاصة لقاع الخندق. بس ما وقفوش لحد كده، لا دول نزلوا بنفسهم يستكشفوا قاع الخندق. في عام 1960 اتسجل اول انسان في التاريخ بينزل لقاع الخندق، وكانوا حوالي شخصين نزلوا بواسطة غواصة تسمى تريستي. كان بيقود الغواصة ديت ملازم في البحرية الامريكية اسمه جون والش، وكان معاه العالم السويسري جاك بيكار، وقدروا يوصلوا بالغواصة لمسافة عمق 10911 متر. وعشان يوصلوا للعمق دوت فضلوا نازلين حوالي 5 ساعات كاملة. بعد المدة دي كلها ما قدروش يستحملوا المكان تحت بسبب الظلام الدامس اللي هناك، ومعرفوش يصوروا ولا يكتشفوا اي حاجة، وقعدوا تحت حوالي 20 دقيقة بس وطلعوا. والغريب انهم لما طلعوا اكتشفوا على جهاز السونار ان في مخلوق بحري ضخم زي ما يكون ماشي ورا الغواصة بتاعتهم بيراقبهم. عرفوا ازاي انه بيراقبهم؟ عشان كل ما يمشوا في حتة بالغواصة هو ماشي وراهم. وقالوا ان شكل المخلوق دوت بيشبه سمكة اسطوانية مبططة كده، لكن ما قدروش يعرفوا او يتأكدوا لغاية دلوقتي ايه هو المخلوق ده وازاي قادر يعيش في العمق ده. بس بيقولوا ان المخلوق ده كان بيشبه سمكة اسمها بلاكوديرمس. السمكة ديت انقرضت من ملايين السنين. طب ازاي؟ ده اول موقف يلمح لنا ان ممكن يكون في حيوانات منقرضة لسه عايشة في الخندق. طب تعال احكي لك موقف تاني. في سنة 1985 كان في رحلة استكشافية امريكية للخندق. في الرحلة دي اجهزة استشعار الصوت بتاعتهم التقطت اصوات غريبة جاية من قاع الخندق، غير ان الجهاز اللي بينزلوا بيه الحبل لقاع الخندق فضل متعلق مش عارفين يطلعوه من تحت لمدة 3 ساعات كاملة، وكأن في حاجة بتشده لتحت. وبعد المدة دي اخيرا عرفوا يطلعوه. والغريب في الامر انهم لما طلعوه وجدوا على اجهزة الاستشعار دي والحبل اثار عضات، اكتشفوا انها اثار لفك سمكة قرش، بس كان الفك كبير جدا وحجم الاسنان كبير. شكوا ان اثار العضات ديت بترجع لقرش الميجالودون اللي انقرض من ملايين السنين. بس برضه هرجع واقول لك ان مفيش اثبات كبير او حتى صوره بتثبت الكلام ده، وكل ده كلام من الناس اللي كانت موجوده هناك في الوقت ده. هل فعلا الخندق ده يكون بيختبئ فيه المخلوقات دي؟ قول لي رايك في الكومنتات. بس هرجع اقول لك رايي انا، لو فعلا الكائنات ديت لسه موجوده ازاي في اشخاص نزلوا لعمق الخندق وطلعوا سلام من غير ما يحصل لهم اي حاجه؟ والله اعلى واعلم. ومش بس كده، في عام 2012 جيمس كاميرون مخرج فيلم تايتانيك قدر انه يوصل بغواصه ديبسي تشالنجر لعمق 10908 متر، وقدر كمان يصور هناك فيلم وثائقي لصالح قناة ناشونال جيوغرافي مدته ساعة وتلت كاملة. والغواصة اللي كان راكبها ديت كانت شبه الكبسولة كده، طولها حوالي 7.5 متر، وكانت متجهزة انها تتحمل الضغط الكبير جدا اللي موجود في القاع، وده اللي خلاها تتحمل المدة دي كلها تحت. ومش بس كده، اكتشف الباحثون في 2019 ان كان هناك في الخندق كائنات بحرية كتيرة عايشة هناك بتستخدم الألمونيوم لتعزيز قشورها في التأقلم مع الظروف القاسية اللي موجوده في الخندق. سبحان الله في عجائب خلقه والكائنات اللي كل مدى ما بنكتشفها. يعني كل ده كان في خندق ماريانا بس، تخيل بقى ايه اللي ممكن نكتشفه تاني في باقي البحار والمحيطات اللي احنا اصلا كبشر ما اكتشفناش الا 5% فقط من البحار والمحيطات اللي موجوده على سطح الارض، وباقي ال 95% التانيين لسه مجهولين بالنسبه لنا لحد الان. الابحاث والتكنولوجيا تتطور باستمرار لاكتشاف المزيد عن هذا العالم الغامض. مين عارف ممكن في المستقبل نكتشف اماكن ومخلوقات اغرب اشرس من المخلوقات اللي اكتشفناها اصلا. الى هون عزيزي المشاهد بينتهي حلقتنا. لو عجبك الفيديو وكنت من الابطال اللي كملوا الفيديو لحد الاخر انا بشكرك جدا، ولو كان الفيديو مفيد ليك ما تبخلش عليا بلايك وكومنت قول لي فيه تحب يكون الفيديو القادم عن ايه، او صلي على النبي في الكومنتات، وما تنساش الاشتراك لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجايه. الى اللقاء في فيديوهات قادمه عن اكتشاف واسرار عالم البحار. سلام.